قدمت استقالتها وهربت عبر مروحية عسكرية باتجاه الهند. بطريقة تشبه ما يحدث في الأفلام، هربت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة على متن مروحية عسكرية متجهة نحو الهند. فساد وسوء إدارة أشعل فتيل أزمة سياسية خانقة كلفت البلاد 300 قتيل كثمن للاستقالة. الخطوة المفاجئة والصادمة جاءت بعد احتجاجات عنيفة واشتباكات دامية بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإصلاحات حكومية، وبعد أن فقدت السيطرة على الوضع هربت وسط حالة من الفوضى والقلق في الأوساط السياسية والشعبية. الهروب يضع البلاد على مفترق طرق خطير ويواجه الشعب مستقبلا غامضا في ظل فراغ سياسي وأمني غير مسبوق. فمن سيملأ هذا الفراغ؟ وهل ستتمكن بنغلاديش من تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى الاستقرار؟